اتكلمنا عن ماما. انت قصد ما تتكلمش عن بابا ولا ممكن تتكلم؟ لا ابويا وامي دول قول بابا دول بقى. كل حاجه تكلمنا عن في بابا بقى. كان بيضرب؟ لا لا والله كان خالص لطيف كده يعني. هو الغير لا احنا الشده إيه؟ الشده عندنا الشدة بتيجي في امي يعني. امي اللي كانت شديده. انا عمري ابونا شديده يعني عمري ابويا شديده بالكلمه بالنظره بالنظره وبالكلمه وطبعا لما بس انا افتكر ان مثلا دي حاجه انا عرفتها في ضرب كان بسيط يعني ضرب انا ما اثرش مش بيوجع طبعا بيوجع عافيه ما شاء الله ما شاء الله يعني ايه يعني بنيه لا بنيه ألم. الم بس مثلا انا دي حاجه انا عرفتها لنسرين ان انا عمري في حياتي مثلا ما امي ضربتني بحاجه انا ما كنتش اقصدها يعني دايما ضربتني في الحاجات اللي كنت اقصد وعارف ان ده غلط. ايوه عمري مثلا ما وانا صغير ما وقعت كوبايه فراحت ضرباني هي الحاجات اللي هي خدت الشر وراحت حاجه بدون قصد ما بتضربش دي حاجه حلوه قوي انما يعني افتكر مره يعني قد ايه هو بيقول حاجه مفيد انت اي حاجه حلوه جدا انه مش لازم العقاب بيبقى عن الحاجه اللي هي قصد من غير قصد لا هي عرفت تفرق بين اللي انت قصده واللي انت غصب عنك لا وخدت يعني الشر وراحت بالظبط انا فادي مقولتها على طول ان حاجه بقى انا عاملها بغرض يعني مثلا يوم عمري ما هنساه في اعدادي كنا بنلعب كوره قبل المدرسه واتاخرت على وبيضربونا بعد الطابور يعني فقلت طب اكمل اليوم بقى اكمل لعب بره وهي ما اعرفش يعني عمرها ما بتخرجش من البيت تماما بس الاخبار كلها ما اعرفش بتجي لها ازاي يعني فروحت هي كانت عارفه يعني والواحد هو طفل وعامل عامله بيبقى نشيط قوي جات لي بيبوس ايد مامته وعايز انا اعمل لك اي حاجه فكنا مربيين خروف العيد فوق السطح يعني قالت لي اطلع اطلع له الاكل وبتاع بس طلعت بنشاط بمنتهى الحيويه فبلف لقيت امي ماسكه لي خرطوم جميل جدا انا قالت فوق بقى اخواته مش هيحوشوا عنه وبتاع صغير طبعا بس من يومها ما اروح استنى الطابور اصلا لسوعتك جامد دي مثلا عمري من بعدها بقى خلاص مرتبط عندي عدم مروح طبعا من الالم ولا من ان ماما هزقتك كده لا من الالم من الالم لا ما بزعلش من اتألمت يعني فكان في طبعا شده ولكن ما تعورناش يعني عمري مثلا ما اللي هو اجيب دم مثلا عشان لا 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 لا, لا, لا مش بس كان في لا لا مش معقول كده يعني الحزم مهم جدا جدا يعني وزي ما احنا قلنا ايه انت قاصد ولا مش قاصد انت غصب عنك قلت كده او غصب عنك عملت كده غير لما تكون انت قاصد الحاجات دي بالظبط اختك ليها تاثير عليك جدا ايمان طبعا شوف لابس ايه انت اللي لابس كده النهارده ولا ماما واختك او مراتك نسرين لا انا قالوا لك لا البس كده يا محمد اعمل على فكره الياء الشمال عايزه تطلع شويه يا حبيبتي ايوه يا كمان سلام. كمان كمان ايوه حلو قوي كده مين اللي قال لك تلبس كده انا ونسرين انا هعرفك على شخص جميل جدا ميدو من فضلك ايه رايك نقول لجمهورنا دلوقتي احضنوا بعض كده وقربوا من بعض شوية لغاية لما ارجع